أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المكاتب يباع، هل يكون لهذا البيع، هل يكون بهذا البيع حرا؟ كيف؟ يقول أحسن الله إليكم: المكاتب يباع، هل يكون بهذا البيع حرا؟ المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما دام ما أدى دين الكتابة فهو مملوك لسيده، له أن يبيعه. وأيضا الكتابة كما سمعتم وتكرر أن ما هي بعقد لازم، عقد جائز لكل منهما فسخها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.